المكرونه بشاميل النهارده هتتعمل ازاي؟ عندي هي نص كيلو او كيس من المكرونه قلم، طبعا ده المشهور بتاعنا جدا. سلقناها بميه بتغلي بشويه ميه وملح. عندنا هنا بصل، لحمه حوالي ربع كيلو من اللحمه على الصينيه، حلو قوي بتدي كميه كويسه. بصله كبيره مبشوره او مقطعه صغير، معلقتين ثلاث معالق كبار دقيق، معلقتين من السمنه، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل، وعندي هنا اللبن وشوربه وبيض وفلفل، يعني كده حبه حاجات للايه؟ لان هي ثلاث خطوات بس. انا يعني بعمل المكرونه المسلوقه، ميه على النار، شويه ملح، تغلي، اروح منزله المكرونه تتسلق واصفيها بالشكل ده. حاولي ما تشطفيهاش، يعني صفيها بس. خلصنا منها. اللحمه المعصجه بقى وانا شغاله تاني، هيتعاد كل ده تاني طبعا. بصل، لحمه، ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وسنه سمن وفلفل رومي كمان، ده زياده لو مش عايزه بلاش. البشاميل هيبقى سمن، معلقتين سمنه كبار، ثلاث معالق من الدقيق، هناخد معلقه كوبايتين من اللبن وحوالي ثلاث كوبايات من الشوربه. انا عملتها على قديمه اهو، بالشوربه وبالبيض وكل حاجه زي ما هي، زي ما احنا كنا بنعملها زمان زمان قوي بقى. يعني كانت بقت الموضه دلوقتي يبقى لبن بس مثلا، او الموضه دلوقتي ما نحطش بيض، حاجات كده كتير كانت بتحصل تغييرات فيها، انما دلوقتي لا، احنا هنعملها على قديمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده حته سمنه، نص معلقه سمنه كفايه للحمه المفرومه، لان اغلبيه اللحمه المفرومه بتيجي دسمه. سيحت سخنه، سيبها تسخن قوي. هنزل اللحمه المفرومه من غير ما احط لها اي حاجه دلوقتي ولا حاجه. ليه بعملها كده؟ الطريقه دي برضو بتدي ريحه حلوه جدا للحمه المفرومه، وبتخليها ايه؟ بتخليها بتطير زفرتها وبتطلع ريحه حلوه كده. فزي ما هي كده، في نص معلقه السمن هروح ايه مقلبه اللحمه المفرومه دي، وبعد كده ابدا اضيف لها اضافات تديكي ريحه مختلفه جدا للحمه المعصجه. جربيها وهتنبسطي منها قوي. طيب انا هسيب دي تتعصج كده زي ما هي، بس هعمل لها الايه، الفلفله، اقطع لها الفلفله دي صغنن. فلفل رومي ده برضو بيخلي ريحه اللحمه حلوه وبيزود القيمه الغذائيه للاكله. نعملها ايه؟ طبعا حابه تعمليها زي ما انت عايزه قطعيها زي ما انت عايزه، فهنعملها متوسطه كده. صغنن صغنن. احنا عايزين نعمل مكرونه بشاميل دي ايه، فيديو صغنن كده ويتكرر كتير بقى، عشان بتبقى اول معضله. حتى البنات لما يجي يتعلموا الطبيخ بيحبوا اول حاجه يعملوها المكرونه بشاميل، يعني قبل الرز حتى بيعملوا كده، انا اعمل مكرونه بشاميل، تبقى دي الموضوع الاساسي بتاعها. ممكن حتى كفايه دي كده، كفايه نص واحده قوي، كل حاجه بمعقول حلوه. انا هنا بقلب في اللحمه كده زي ما بقول، بصي الزفره دي كلها هي اللي بتطير منها، زفره اللحمه نفسها يعني. فاعمل كده اقلب كده لغايه ما تلون معايا. طيب نعمل بشاميل وانا شغاله كده في الايه، في اللحمه المعصجه. هي حبان كده ولا مش حبان؟ لا اللحمه، لا انا ممكن استنى واحده واحده، انا استنى لكم واحده واحده احسن كده عشان يبقى ماشيين ايه مظبوطين. خلينا واحده واحده كده. عايز اعمل لكم اشيل لكم ايه اهي، ماشي. بصوا اهي بقلبها، بتخلي كل الايه اللحمه تلون معايا كلها.
انا همشي مش عايزه استعجلكم يعني، ممكن احط طبعا ده واروح اشتغل على البشاميل على طول، بس لا بلاش مش هعمل كده، انا عايزاها واحده واحده معاكم خالص في المكرونه البشاميل. هوناها غيرت لون كلها شويه بس، ايدي اديني سنه شكشكه، سنه شكشكه بس. هي فيها بس الطريقه دي حلوه جدا وريحتها حلوه قوي، بس فيها عيب واحد ان البصل بيبان، هي ده العيب بتاعها، البصل بيبقى واضح في اللحمه. طبعا احنا بنبدل ونحط البصل مكان اللحمه لو انا مش عايزاها البصل تبان، بس الطريقه دي جربيها هتعجبك جدا. عارفه ممكن لو انت عجبتك قوي والاولاد عندك مش بيحبوا البصل او مش عايزين البصل يبان، ممكن نشوح البصل في حاجه ثانيه بره ونزله عليه فبرضه يختلط بيهم وما يبانش، انما انا بحطه على بعضه فهنا بقى البصل بيبان بيبقى واضح جدا، بيفضل ابيض زي ما هو. ادي كده خلاص اتبخرت، دي كده ما حطيتش حاجه خالص، انا هي ما فيش غير نص معلقه السمنه واللحمه بس، ما حطيتش اي حاجه. هاجي بقى هنا احط الفلفل بعد ما كل اللحمه لونت معايا، واحط البصل واحط بقى كل التوابل، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل. هجيب قرفه، سنه قرفه، جنزبيل نص معلقه صغيره، ملح وفلفل، واقلب لغايه سوى الايه، لغايه سوى اللحمه. بص البصل بقى واضح ازاي بقى هنا، بس كده خلصنا منها. نخش بقى على البشاميل، كده خلاص عصرنا اللحمه الحمد لله. البشاميل بقى دي هسيبها كده تعيش مع حياتها، ونيجي البشاميل بقى. البشاميل اللي هو عباره عن ايه، نضف بس كل حاجه هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تلات معالق دقيق، تلات معالق دقيق، معلقتين من السمن، ده البشاميل مش هاخد كله طبعا، هاخد معلقتين بس، اتنين بيضة، شوربة ولبن، والمكرونة دي هخليها في الآخر، قرفة والجنزبيل شكرا. خلاص كده هناخد هنا معلقتين سمن، ادي معلقة ودي التانية، هو لازم تبقى كده، لو قللت قوي مش هي دي بتاعت زمان بقى، فهي معلقتين سمنه كبار اللي بتوع الرز دول، وعلشان انا التكات بقى الصغنون اللي بقولك عليها دي علشان نعمل حاجه مظبوطه، علشان نحط الدقيق ويطلع معايا ما يكلكعش خالص، انا دي بحطه بعد السمنه ما تسيح جدا جدا تقدح كده، بروح منزلي عليها الدقيق ومقلبه لغايه ما يلون معايا يدي لون اصفر. لازم يكون عندي اللبن ساقع والشوربه ساقعه، مش دافية ولا سخنة، دي الدافي والسخن ده اللي بيكلكع، تمام؟ طيب أنا هسيح بس السمنة دي، هسيبها لسه باردة كده، فلازم أبقى سخنة جدا زي ما أنا قلت لكم. طبعا السمنة سخنت جدا وخلاص اللحمة استوت، عايزة أقول لكم ريحتها مميزة جدا، يعني عندك هنا البصل باين والفلفل باين، بس الريحة بتاعتها مميزة جدا جدا، هي خلاص كده استوت. بسم الله. وهنا السمنه حتى شلتها من على النار ورجعتها تاني عشان سخنت قوي، هحط بقى هنا معلقتين سمن، تلات معالق دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلات معالق كبار من الدقيق، اما نزل غلي ازاي كويس جدا لغايه ما يدي لون مصفر بسيط، هحط عليه كوبايتين اللبن مره واحده باردين، لازم يكونوا باردين، واقلب واروح حاطه كوبايتين ثلاثه شوربه، تقولي كوبايتين الاول كده يبقى كوبايتين وكوبايتين،
ولو لقيته غلي ولقيته تقيل بزود كوباية تانية من الشوربة، بس برضو تكون باردة. ماشي كده تمام، كده خلصت. بسيبه بقى يهدى شوية وبعدين اديها البيض. احنا كنا زمان لازم بشاميل ده يبقى عليه بيض، لازم. اقلب بس في حبة كده عشان ما ايه ما يكلكعش من تحت، الاقي الدقيق نزل وراح ايه مستوي من تحت. احط لها ملح وفلفل، املحها مظبوط. لو هحط مكعب مرق ما تحطيش ايه ملح، خلاص بيبقى كفايه قوي مكعب. فلفل اسود، اوعى تنسوا الملح والفلفل في الايه في ال او مكعب المرق والفلفل الاسود في البشاميل، لان لازم بيتعمل ده لو ما حطيناهوش ساعات بتنسي، يعني بيخلي طعم الحاجه ما بتكونش حقيقه، بتكون حاجه حلوه جدا ومكلفاها حلوه قوي، وعشان حبه الملح والفلفل دول او تحقيقه البشاميل بتبوظ الدنيا خالص، تحس حاجه ملهاش طعم كده. تمام كده، اسيبه بقى لغايه ما يغلي، لازم يغلي. صينيه ادهنها بالسمنه، ممكن ترشيها بقسماط ناعم لو خايفه تلزق بترشيها بقسماط ناعم علشان ايه ما تاكلش كتير من المكرونه وبتلزق فيها بتاكل كتير منها. فالاحسن رشي بقسماط ناعم فوق السمن كده. خلاص كده المكرونه بشاميل خلاص، اهي فاضل ان هطبق بقى خلاص، بس فاضل البيض وخلاص، بس مستنيه بشاميل يغلي. طبعا بياخد وقت وانا حاطه كل حاجه بارده، حاطه اللبن بارد والشوربه بارده. بص بقى ما شاء الله حلو زي ما فيش اي كلكعه. ليه بقى؟ عشان السمنه كانت سخنه جدا، نزلنا عليها الدقيق على طول فار معاها وخدتها نقطه الصفران بتاعتها، ونزلت عليها اللبن البارد والشوربه البارده، ما يكلكعش ابدا ابدا. لا قدر الله افرض يكلكع نعمل ايه؟ هتروح شايلاه من على النار وتسيبيه يبرد وتضربيه في الخلاط هتلاقيه فك. ده الحل الامثل، هيعطلنا بقى شويه، انما كده ان شاء الله عمره ما هيكلكع معاكي. انما اللبن السخن والشوربه السخنه هي اللي بتكلكعوا، او بننزل حبه حبه برضو يخليه كلكع. لازم امسك الدورق زي ما شفتوني كده وعلى طول كل مره واحده، انها ما انزل سرسوب سرسوب ينزل يكلكع برضو. هي غليت تمام، غليت اهي مفيهاش ولا كلكيعه، طلعها بس بره النار. هاخد هنا كبشه كبشه كبشه، فين كبشات يا ولاد؟ اعمل ايه بالزغنن ده؟ هناخد كده شويه، ناخدهم في اي حاجه، ناخد اللي هم مثلا قولي كده تلت ربع البشاميل، ربع البشاميل عشان الوش بقى. ده عشان احطه على الوش، بخلي الوش معايا كريم شويه كده، كده هو هينزل في وسط المكرونه، بس بخليه كريم شويه علشان ايه ياخد لي وش حلو ما ينشفليش المكرونه. لو عامله مكرونه على الوش قليله بتلاقي المكرونه بتعمل ايه بتنشف كده على الوش وتعضم شويه، فده مش عايزينه طبعا. وده نسيبه يهدى كده حبه، اطلع البخار اللي فيه، هديله اتنين بيضه بس لازم اهويه شويه، لازم اهويه شويه، خلي البيضه دي للوش. انا بهويه ليه؟ عشان ما انزلش البيضه تروح مقليه في البشاميل ده، فهويه شويه كده. احط اتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب.
كده البشاميل اللي بالايه اللي فيه 2 بيضه. هاخد بقى المكرونه المسلوقه وانزلها في بقيه البشاميل اللي في الحل. انا حتى ما حبيتش ان انا اقلب في اي حاجه ولا برد في اي حاجه عشان اوريك ايه كمان نستغل الحاجه ان احنا ما نوسخش مواعين كتير، يعني نعمل مثلا المكرونه بشاميل وما افضلش اقلب في 100 حاجه، لا هي الحله بصوا خدت كل حاجه كده مره واحده. ما هو العلام مش اكل بس، العلام كمان ان احنا ازاي نوفر في المطبخ، ازاي ان احنا ما نوسخش الدنيا حوالينا، ازاي ما نتعبش قوي واحنا شغالين في الحاجه. ان انا ممكن هعلمك صينيه المكرونه دي واوسخ لك مليون حاجه عمرك ما هتعمليها مره مش هتكررها تاني، فهتتعقدي بقى من المواعين الكتير والحاجات دي. ان بقى في ناس صغننين ما يعرفوش يتصرفوا قوي، فبيتعلموا كمان مش بيتعلموا الطبيخ بس، بيتعلموا ازاي يتصرفوا في الحاجه اللي قدامهم. فانا كده ايه اهو بص البشاميل قلبت فيه كيس المكرونه اللي انا سلقاها. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد نصها انا حاطه في صينيه كبيره عشان ما تبقاش ايه ما تبقاش سميكه قوي، مع ان زمان كان عندنا سميكه قوي، يعني كنا زمان لازم نعمل خرطه المكرونه دي خرطه، بس حتى تبقى خرطه مكرونه بما ان هي عظيمه يعني. ماشي هناخد كده اللحمه، بص الربع كيلو بقى ما شاء الله رمى قد ايه من البصل والفلفل والحركات دي كلها. طبعا انت ممكن تقسمي على فكره الربع كده على صينيتين كمان. بس عايزاها تبان من الجناب لان دي صينيه بايركس وهيبان منها الايه الطبقات. طبعا مش مهم تعملي كل كميه اللحمه دي، زي بقول لك كده ممكن اعصجيها حطي نصها بس، حطي النص التاني في الايه خصوصا لو انت عامله اي نوع لحوم جنبها، وحطي النص التاني في كيس في الفريزر وبططيه كده ينفعك بقى في وصفه مكرونه تانية يبقى عندك، او اي وصفه تعوزي فيها لحمه معصجه. وانزل بقيه المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده اظبطها. حاضر تمام كده. عندي هنا بيضه بقى، عندي هنا ايه ربع كمية البشاميل اللي انا شايلاها على جنب عشان الوش، هكسر فيها بيضة لوحدها زيادة عشان تديني وش احمر. اللي كنا بنعمله زمان ان احنا كنا بنعمل ايه، بناخد البيضاية دي نربها مع شوية ملح وفلفل ونمسح بيها وش المكرونة، بس الافضل ان انا احطها مع شوية البشاميل اللي فاضلين دول عشان ما تدينيش طبقة ايه بيض لوحدها كده على الوش. ونوزعها بقى كده. وادخلها الفرن، ما بتقعدش كتير في الفرن، كان زمان بتقعد كتير قوي. بس دي اخطاء بقى، يعني الاخطاء بتاعت زمان مش بحاول ان انا اعملها زي البيضه اللي على الوش دي، يعتبر من الاخطاء بلاش نعملها. مع بشاميلي افضل، يعني بعملها على اصولها بس مع ايه؟ تعديل بسيط اللي احنا ما كناش بناخد بالنا منه زمان. ادخلها بقى الفرن كده على درجه حراره عاديه 200 على الرف الوسطاني، بالظبط يا دوك يحمر الوش واطلعها بس، اكتر من كده مفيش، تطلع معاكي طريه وحلوه ومش ناشفه. وهدخلها الفرن دلوقتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، على الرف الوسطاني على درجه حراره 200